فينا كل الأصول والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الرفيعة التي دعا إليها الإسلام، وهذا ما ندعو إليه كمؤسسة دينية في أرض الكنانة في مصر، ليعلم كل من يخالف هذه الأصول وهذه القيم وهذه الأخلاق، ليعلم الجميع أن الدين بريء ممن يرهبون الناس وممن يبعثون بالرعب، ليس هذا فحسب، بل ممن يقتلون ويسفكون الدماء، ممن يغدرون بالأمناء على الوطن الذين هم حراس الوطن. الإسلام بل الأديان كلها تتبرأ ممن يخرج على السلم والأمن والاستقرار، الأديان كلها تدعو إلى هذه المبادئ، إلى السلم والأمن والاستقرار، إلى الأخوة، إلى الانفتاح على الناس في جو من الإخاء، كما قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتتنازعوا أو لتتقاتلوا، وإنما لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهل من يقوم بالإرهاب، من يدمر، من يفجر، من يقتل، من يفسد في الأرض، هل هذا إنسان سوي ينتمي إلى دين من الأديان؟ إن الأديان كلها تتبرأ ممن يخرج على الأصول الإنسانية. الله سبحانه وتعالى ما كرم أحدا في الخلق مثل ما كرم الإنسان، بل